الوطني، أهلا بكم. وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب تؤكد سعي تونس إلى الاندماج أكثر في السوق الإفريقية، مشيرة إلى وجود تكامل كبير بين تونس وهذه السوق بما يمكن من غزو بلدان أخرى صناعيا. وقالت الوزيرة في إطار انطلاق الدورة السابعة من المؤتمر الدولي تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، قالت إن تونس تتمتع بجاذبية تجعل منتوجاتها ذات قدرة تنافسية كبيرة. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان يقول أن نسبة إدماج خريجي منظومة التكوين المهني في سوق الشغل يبلغ 80%. وأكد بن سليمان في تصريح لوكالة تونس في قلال أنباء أن نسبة كبيرة من المنتفعين بالتكوين المهني يبرمون عقود شغل مع مؤسسات اقتصادية بالرغم من أنهم ما زالوا يواصلون تكوينهم. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أحمد الطيب يقول أن نسبة الزيادة في مداخل العملة الصعبة من السياحة بلغت إلى موفى ماي المنقضي 7.9%. وأشار الطيب لدى حضوره اليوم في برنامج قضية رأي عام إلى تزايد معتبر في إقبال الأسواق التقليدية على الوجهة التونسية منها الفرنسية والألمانية إضافة إلى السوق الإنجليزية. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تقرر تسوية الوضعية العقارية للتجمعين السكنيين حي السعادة 1 وحي السعادة 2 بمعتمدية الكافة الشرقية والمقامين على ملك الدولة الخاص. ودعت الوزارة أصحاب المحلات السكنية الكائنة بهذين التجمعين والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي 504 لسنة 18 و2000، دعتهم إلى الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بالكافة لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية. وفي الشأن الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد في كلمته في افتتاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المقام بالأردن، يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والوضع المتردي يزداد تفاقما، مشيرا إلى أن جميع المساعدات تمنع من الدخول. وأفاد بأن 80% من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب. لجنة الطوارئ الصحية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تؤكد انعدام الخدمات الصحية في المدينة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 مايو الماضي، إضافة إلى منع دخول المساعدات الطبية والأدوية عبر معبر رفح. ومؤسسة الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي تقول أن أكثر من 2000 شاحنة مساعدات تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح بانتظار أن تسمح إسرائيل بدخولها عبر المعبر. وأكدت المؤسسة أن العمليات العسكرية المستمرة في المدينة تحول دون دخول المساعدات. نهاية الموجز، قدمه لكم وجيه النمر، في أمان الله. الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.